ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرتبشت. نصف قرن من النباح، يا أخي لا تحاول، ما بتعرف تكتب، مو شغلتك الكتابة. مهما كانت آراءك قوية ومشبعة بالقضية فبالنتيجة ما لا فكاهة ولا مازية. زمن أول تحول، زمن اللي كانت فيه النصف لا مهمة راح. هلأ إذا بدك تقول لا ونص ما راح يمشي حالك فيه. لو بتعمل حالك شهيد ما راح تصير كاتب، لو بتسب على الأسد ما راح يمشي حالك، لو بتطاول على الواحد الأحد ما راح يمشي حالك، لو بتبلع كتب ماركس ولينين ما راح يمشي حالك، لو بتبلع المصحف وانت عم تحلف يمين ما راح يمشي حالك، لو بتوقف مع الثورة ما راح يمشي حالك، ولو بتوقف مع النظام ما راح يمشي حالك، ولو بتوقف مع النص نص ما راح يمشي حالك. الله عفاك من الموهبة. وعالم الكتابة كل يوم بيقلك انه حل عن كتاف الورقة، ترك القلم بحاله، حاش تلعب بزرار اللابتوب، ما رح تصير كاتب. والسبب بسيط، انه هاي الثورة انتصرت، انتصرت على 50 سنة قهر، انتصرت على 50 سنة كذب، انتصرت على 50 سنة من الثقافة الفاشلة المأجورة الكذابة، انتصرت عليك وعلى أمثالك، لكن ما قدرت تفرض نصرة، لأنه الكلمة بالنهاية حاليا للسلاح. وانت فيك تصير كاتب بقوة سلاح، بس ما رح تصير كاتب حتى لو وقف وراك مليون عسكري، حتى لو فرضك 20 نظام، حتى لو زكاك 50 فصيل، حتى لو احتضنتك 70 جريدة. سقطت مرحلتك، بس انت لساتك عم بتبلعي طب هالمستنقع. نشفت المجاري اللي عم تسبح فيها، والغلاصم الثورجية والزعانف الممانعة ما عادت تنفعك لتكمل الغطس والغوص. انت الآن عار في صحراء، قلمك المسكين يئن بين أصابعك طالبا الخلاص، ودفترك عم بيلعن الساعة اللي تركت تستفرد فيه. لقد انتهت مدة صلاحيتك. اليسار الذي كان يفرض اسمك سقط وصار مسخرة الأجيال، واليمين الذي كان يعطيك الهيبة صار مكشوف مثل أعور الدجال. أما الإنسانية اللي عم تتلحف فيها هلأ فصار يضحك عليها الحيوان. ارحم حالك، ارحم قلمك منك، ارحم دفترك، ارحم شاحن لابتوبك، وحل عن هالكار بقى. خبزتك فيك تاخده من مليون كار، ورزقتك موجودة عند الغني الجبار، بس حل عن هالكار. كار مو كارك بيخرب ديارك، هيك بيقولوا العوام. وباعتبارك بتحب العوام مثل ما بتقول بكتاباتك، فلازم تسمع كلام العوام وتحل عن هالكار، لأنه مو كارك. أرينا لك من اليمين لليسار، ومن اليسار لليمين، ومن فوق لتحت، ومن تحت لفوق. يا أخي ما رح تصير كاتب، ما في مجال، الشغلة مو بالزور. فيك تقول رأيك، فيك تنطق بمكنوناتك، فيك تعبر عن مشاعرك، بس لا تتصور وانت عم تسند دقنك بإيدك. لا تاخذ وضعية الكاتب مفكرا. عن جد عن جد شكلك مسخرة، ها؟ خاصة بعد ما انتهت مدتك اللي طولت 50 عام. انتهى عصر النباح. باح باح. هكذا حدثنا هرتبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.